كيف أنظف القولون طبيعياً ومكونات موجودة بالمنزل؟ Let's go! يسعد أوقاتكم عائلتي الحلوة، أنا قد أنسى. لم بتابعني أول مرة، معكم لبين الحي، حاصلة درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وجمال السيدة بعد 40. كنت معكم ببث مباشر، وكانت أغلبية الأسئلة اللي تكررت كيفية علاج الإمساك. قبل علاج الإمساك لازم نحن ننظف القولون، وبهيدا الفيديو رح نحكي عن طرق أو طرائق تنظيف القولون في المنزل. يعتبر عصير التفاح أحد العصائر الطبيعية التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء، وهذا بحد ذاته يعمل على التخلص من السموم، وبالتالي يحسن الأداء الصحي للجهاز الهضمي والكبد. تساعد جذور الزنجبيل على تطهير القولون، وذلك نظرا لقدرته على التحفيز وتخفيف الانتفاخ والتخلص من السموم والمواد الضارة. أما عن طريق الاستخدام فإنها يتم إضافة هذه الجذور إلى الحلوى أو إلى الشاي. تتميز جذور الهندباء بفوائد علاجية عديدة كقدرتها على تطهير القولون والكبد وتحفيز إفراز العصارة الصفراوية والمساعدة على علاج الإمساك والانتفاخ وفقدان الشهية والتهاب اللوزتين وغيرها. نعلم أن بذور الكتان غنية بالعناصر الغذائية منها مضادات الأكسدة والأوميغا والمعادن والأحماض الدهنية. أيضا تتميز بقدرتها على امتصاص الماء من المعدة والأمعاء وتعزيز عملية الهضم، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. أما عشبة السنة أو السلمكي لها مفعول سريع وقوي عند استخدامها كملي طبيعي، كما إنها تحفز الانقباضات الدودية ضمن الجهاز الهضمي وتعمل على تسريع نقل البراز من القولون. وتجدر الإشارة أن هذه النبتة العشبية لها بعض الآثار الجانبية والتي أبرزها الغثيان. طريقة تحضير السنة كتير سهلة، منحضرها مثل تحضير الشاي، ويفضل إضافة القليل من القرفة أو الزنجبيل لتخفيف الشعور بالغثيان. هذه التصرفات البسيطة تساهم في تنظيف القولون وبشكل طبيعي. بالفيديو القادم رح نحكي عن طريقة علاج الإمساك. أصدقائي الغوالي، إذا حبيتوا مواضيعنا ما تنسوا تشتركوا بالبروفايل وكومنت حلو أو لايك وشير حتى توصل هالمعلومات للكل. محبتي، وانطروني بالفيديو القادم.